مني أنا توني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجراء الكلام، مساء الخير. الدفاع هو حق مشروع لأي متهم، ولا تتم المحاكمة من دونه، وحتى لو لم يكن قادراً على توكيل محام له فتتولى المحكمة بنفسها البحث عن محام يدافع عنه. ولكن هل يحتاج الرئيس مبارك لمحامين من دولة أخرى كي يدافع عنه؟ وهل تشكيل هيئة دفاع كويتية لمبارك هو نوع من رد الجميل لما قدمه هذا الأخير للكويت أثناء الغزو عليها؟ وهل قدوم محامين من خارج الحدود استفز الشعب المصري؟ وكان هذا التصرف بالنسبة لهم تصرف مستفز؟ إذن المحامون الكويتيون الذين يسعون إلى تدويل القضية، فهل ينجح بذلك؟ وهل سيكون مبارك قريباً خارج قضبان السجن؟ وما هي آخر الكلمات التي أسر بها مبارك لهيئة الدفاع الكويتية؟ الأسئلة كثيرة والإجابات يتوقع أن يقال فيها أجراء الكلام. تقرير. حسني مبارك يكاد لا يوجد إنسان يحترم إنسانيته على أرض هذا الوطن، لا يراه إلا مجرماً، جرف التربة السياسية المصرية وأطاح بكفاءات عظمى بل وبأجيال كاملة، لكن في الوقت نفسه ستجد نفس هذا الإنسان يحدثك عن محاكمة عادلة لهذا الذي حكم عليه في ضميره أنه مجرم. القضية الواقع بتاعها بيقول كلام تاني خالص، مفيش أدلة. وأنت عارف ساعتك القضية القتل المتظاهرين دي بالذات الحاج فيها انبهار، قضية كانت الأجهزة النقابية كلها واقعة مش موجودة، لا داخلية موجودة ولا العقابة، كل دي كانت موجودة مش موجودة، فمفيش أدلة قدامها. يعني القضية أكيد مفيش أدلة في الواقع بتاع القضية يأكد هذا الكلام. لذلك هم وصلوا لإيه؟ وصلوا إنه يعلم عملية العلم إنه كان يعلم إن في قتل وما اتخذش إجراء. قضية القتل مش كده يا أخوانا، قضية القتل مش كده، قضية القتل مش كده. وبعدين احنا مش عايزين نحاكم الناس بكلام سياسي، المحاكمات السياسية بتختلف عن المحاكمات الحقيقية، عايزين نحاكم الناس يعني محاكمات واقعية فعلا. انا مش بقولك ان ده المفروض اللي قتل يجي، المفروض الناس اللي قتلت الناس دي اللي راحوا ضحايا والشباب اللي ضاع ده كله لازم يتقال مين اللي قتل. انما بالمنظر اللي انا شايفه ده كده انا شايف فيه نوع من التجهيل ونوع من التغطية وما عارفش فيه ايه، في حاجة غامضة. وفي الوقت نفسه أيضا ستجد هناك من يقول بصراخ هستيري بعد 9 أشهر من حكم الإخوان اشتقنا للفساد. لا خالص، ما ينفعش، وحتى الموقف هيبقى سخيف جدا لو حسني مبارك رجع. أنا شخصيا مش هقبل بيه، لكن في نفس الوقت الوضع الحالي برضو ما ينفعش تقبل بيه، يعني لازم يكون في حل. ده حقه قانوني، إيه المشكلة؟ ده مواطن ومن حقه إن هو يترشح. وعلى فكرة مبارك لو يترشح في الفترة اللي إحنا فيها دي يفوز في الانتخابات وعلى رئيس مرسي بالذات. ده كده مفيش ثورة، ينصبوا عزا كده للثورة وياخدوا عزا. ما عملناش حاجة، محلك سر، ناس ماتت وناس اتعورت وناس اتشردت، وحسن مبارك يرجع يمسك الحكم تاني؟ ما اظنش. يبقى حلم، كنا في حلم ويتقلب كابوس على طول. في ظل نائب عام معينه مبارك، لم يحصل مبارك على أي إخلاء سبيل، لكن في ظل نائب عام عينه مرسي والجماعة أخذ مبارك إخلاء سبيل في أهم القضايا، قضية قتل الثوار. نائب عام روج لمجيئه السلطوي المستبد بأسطورة هنجيب حق الشهداء. لن نقبل أن يتم التزرع بمحاكمة مبارك لمحاولة اغتيال القضاء المصري والتدخل في شؤونه أو القضاء على استقلاله، لن نقبل بذلك، ولا يمكن التزرع أو التحجج أو التلكؤ بمحاكمة مبارك لنقبل بذبح القضاء المصري في مصر. شرطة تنتقم من الثوار، تلفق أدلة البراءة لقاتليهم والإدانة لهم، نيابة عاجزة، محامون تحدوا الشعب من أجل ملايين أو من أجل شهرة زائلة، قضاء لا يحكم إلا من خلال أوراق مهلهلة، شعب أنهكه حكم العسكر وتواطأ المتحدثون باسم الرب. ماذا تنتظر بعد كل هذا؟
براءة مبارك ستكون بالقطع هي الشيء المنطقي الوحيد وسط كل هذه المهازل السياسية. إذن بعد هذا التقرير، ما هو أجرى الكلام الذي سيقال في حلقة الليلة حول أحقية الدفاع من خارج حدود الوطن لرئيس قد أسقط من قبل شعبه؟ وهل هذا التصرف قد يستفز الشعب المصري أو بالأحرى استفزهم؟ أم سنرى مبارك قريبا كما يقال أو كما يسرب في الإعلام خارج قضبان السجن؟ كل هذه التأويلات وكل هذه التحليلات وكل هذه التسريبات سنحاول الإجابة عليها في حلقة الليلة مع ضيوف ثلاثة. الأول سنستقبله الآن وهو سيكون مع ضيفنا الثاني بشكل مموه في القسم الأول، على أن نلتقي بعد الفاصل ضيف آخر وهو من هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس السابق حسني مبارك. ضيفي أهلا بك وتفضل. أهلا بك ضيفي الكريم في أجرى الكلام. أهلا بك. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم والذي أيضا يتداول بين من هم يريدون بقاء مبارك داخل السجن وعدم خروجه، هل هو حق لهيئة دفاع غير مصرية أن تتولى الدفاع عن رئيس مصري سابق؟ الحقيقة إنه هي السابقة يعني لم تتكرر من قبل، ومبارك طبقا للقانون وطبقا لضمانات المحاكمة العادلة كفل له القانون أن يترفع أو يدافع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة بتوكيل محامين. وأعتقد أنه هناك هيئة دفاع مصرية مشكلة من محامين مشهود لهم بالكفاءة، وأعتقد أنه دخول هيئة دفاع أجنبية فيها كثيرا من الحديث واللبس نظرا من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. من حيث الشكل أنه أمر الحصول على الإذن بالحضور الجلسات والمرافعة فيه شقين غير واضحين. يقال أنه لم يصدر طلبا رسميا من مبارك بتوكيل المحامي الكويتي. الأمر الآخر أنه في مسألة الإذن بالترافع أمام المحاكم المصرية بتخضع لقانون، قانون نقابة المحامين بينص. لا. هذا الموضوع طبعا سنتطرق إليه بكل التفاصيل أيضا مع ضيفنا الآخر الموجود إلى جانبك في غرفة أخرى، سنتعرف على هويته طبعا في القسم الثاني. نرحب به ونقول له مساء الخير أيضا. مساء النور يا أستاذ. طبعا المحاور ستكون كثيرة، الردود ستكون كثيرة، ولكن هل تعتقد أن مبارك سيكون خارج السجن قريبا كما يشاع اليوم؟ يعني أعتقد هذا، لأن اللي بيحصل مش محكمة لرئيس سمت عليه ثورة، دي مهزلة. القانون لا يكفل له أن يكون حرا في حال لم يصدر أي حكم بحقه؟ ما أنا سميتها مهزلة لأسباب تتعلق بأنه محاكمة رئيس جمهورية وصل البلد لأوضاع بالشكل ده بعد 30 سنة من حكمه، كان يجب أن تكون محاكمة سياسية على ما اقترفت يداه خلال 30 سنة حكم، مش بنحاكمه على فيلل في شرم الشيخ او تهمه قتل المتظاهرين اللي تم اتلاف ادلتها في امن الدوله وفي المخابرات عن عنده. كل هذه الملفات سنتطرق اليها بعد الفاصل، حيث سنستضيف الى جانبي ايضا احد هيئه الدفاع الكويتيه عن الرئيس السابق حسني مبارك. أهلا بكم من جديد في أجراء الكلام. يسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الأستاذ فيصل العتيبي، وهو محام كويتي وعضو في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك. أهلا بك أستاذ فيصل. السؤال يطرح نفسه، لماذا أنت اليوم في مصر؟ لماذا أنتم تدافعون عن رئيس مصري أقاله شعبه من منصبه ومن مهامه؟ لماذا أنتم تدافعون عن حسني مبارك اليوم؟ أولاً أحب أصلح أنه أنا رئيس هيئة الدفاع الكويتية. رئيس هيئة الدفاع الكويتية وليس عضو فقط، أما أنا فرئيس هيئة الدفاع الكويتية. هيئة الدفاع الكويتية لما تطوعت
للرئيس السابق، دفاع للرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد أن رفض المحامين المصريين الترافع عنه والابتعاد عنه وكأنهم يتنافرون منه، إلا المحامي الوحيد وهو الأستاذ الفاضل فريد الديب. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية، نحن تطوعنا له بما عمله للكويت في سنة 90، فالمحامي كونه يمتهن مهنة المحاماة يجوز له أن يختار القضية التي يريدها إن كانت في بلد أو ولكن بين هلالين، ماذا فعل حسني مبارك للكويت في العام 90؟ ليس فقط الرئيس محمد حسني مبارك. أولا نوجه شكرنا وكما قلنا بالسابق للشعب المصري الشقيق لوقفته مع أخيه الشعب الكويتي، كما نشكر القوات المسلحة الباسلة المصرية وعلى رأسها في أيامها كان الرئيس مبارك بصفة القائد العام للقوات المسلحة. القرار اللي اتخذ بالوقوف مع دولة الكويت بعد أن تم الغزو من قبل النظام الصدامي البائد واحتلال الكويت، لقد وقف الشعب المصري وقواته المسلحة وعلى رأسهم الرئيس مبارك باتخاذ قرارات الجامعة للدول العربية بدخول القوات وتحرير الكويت. ألا تقفون اليوم أنتم في وجه هذا الشعب الذي وقف معكم وأنتم تدافعون عن رئيس هم من أجبروه على التنحي أو أقلوه من مهامه؟ لا، احنا لا نقف ضد الشعب المصري. الشعب المصري حر فيما يختاره، يختار اي رئيس هو من حقه. نحن رجال قانون، رجل امامنا متهم، مقتنعين في براءته. في براءته من ماذا؟ من جميع الاتهامات التي نسبت اليه واكدناها في السابق في المحكمة وأكدناها في الصحافة. نحن ليس ضد الشعب المصري، الشعب المصري له الحرية الكاملة تختار. سنتكلم في هذا الموضوع طيلة الحلقة، ولكن أذكرك بأن لدينا ضيفين آخرين موجودين معنا في الغرف الزجاجية، والضيف الذي هو في الوسط أمامه زرار باللون الأحمر يمكنه الضغط عليه عندما يريد أن يسجل أي اعتراض أو انتقاد على ما تقول. قلت أنكم لم تقفوا ضد إرادة الشعب المصري، كيف تفسر لي إذن وقوفكم إلى جانب الرئيس مبارك اليوم؟ نحن نقف مع الرئيس مبارك بصفته متهم. نعم، متهم من قبل من؟ متهم في قضايا الآن، اتهامات من قبل من؟ أليس هو متهم من قبل الشعب؟ ما فيها عادي، يعني لما يكون أنت اليوم كمتهم باتهامات المتهم بريء لأن تثبت براءته. طيب سيدي، ولكن ولكن أنا أود أن أركز على نقطة مهمة. حضرتك تقول إننا لسنا ضد الشعب المصري، وأنت اليوم تدافع عن شخص متهم من قبل الشعب المصري، كيف لك أن تجمع بين هذين الموقفين؟ أنا الذي أحب أوضحه بأن الرئيس ليس متهم من قبل الشعب في حقيقة الواقع، هو متهم من قبل جماعة والكل يعلمها، وأعتقد أن الحقائق بدأت تتضح، جماعة الإخوان المسلمين. لا يعني دعنا نعطي لكل ذي حق حقه، يعني من ثار اليوم على الرئيس السابق حسني مبارك لم تكن جماعة الإخوان المسلمين، ولكن كان فصيل كبير من الشعب المصري، يعني الملايين الذين شاهدناهم في الميادين وفي الشوارع وكلهم يطالب الرئيس مبارك بالتنحي لم يكنوا جماعة الإخوان المسلمين. وعندما أوقف الرئيس مبارك وأدخل السجن ورفعت القضايا في حقه كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعني كان المجلس العسكري هو من يحكم ولم تكن جماعة الإخوان المسلمين من يحكم. يعني لا نستطيع اليوم كي نبرر تصرف ما أن يعني أن نلقي بهذا العبء أو بهذه المسألة على عاتق أناس آخرين. حتى اليوم يقال أن جماعة الإخوان المسلمين هناك صفقة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الرئيس مبارك من أجل إخراجه من السجن واستمالة مناصريه في الشارع. نرجع للسابق، الشعب لم يقم باتهام، الشعب لما قام بالثورة بطالب بفساد نظام
أما الاتهامات هذه من النيابة العامة وجهت لي الرئيس السابق، فإحنا ليس ضد الثورة كما قلت في السابق، ولكن نحن كرجال قانون أمام اتهامات موجهة. هل هذه الاتهامات حقيقية أو ليس حقيقية؟ لا، حضرتك قلت أن الأخوان هم من يحاكم مبارك، هم من سجن رئيس الآن مبارك. ما نرى من سنة ونص، من سنة ونص إن الأخوان هم من يعمل. الآن نرى أحكام تصدر من القضاء المصري ولا تطبق. مثلا كان الحكم الأخير الذي صدر على وزير رئيس الوزراء بالسجن سنة والعزل لعدم تنفيذ حكم قضائي. النقطة الثانية، الحكم الذي صدر بعزل النائب العام ولم ينفذ. وما علاقة ذلك بحكم قضية محاكمة مبارك؟ اليوم الذي يحصل في مصر ليس تنفيذ أحكام. ماذا يحصل؟ الذي يحصل إنه ما تريده جماعة الإخوان المسلمين. ولكن هذا كلام خطير أستاذ فيصل، أنت تشكك اليوم بقدرة القضاء المصري؟ لا لا لا، القضاء المصري. لا، أنا لا أشكك بالقضاء المصري. أنا لازلت أقول إننا أمام قضاء عادل وقضاء ليس مسيس وشامخ، وتعلمنا منه الكثير ونحتاج أن نتعلم أكثر، لأن شيوخ القضاء المصري هم شيوخ القضاء في العالم العربي، من بدأ القانون في مصر وليس. طيب، هناك من يقول أنكم جئتم إلى مصر للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك بقرار حكومي من دولتكم، من دولة الكويت، ولم يكن تصرف فردي أو مبادرة فردية، كانت مبادرة حكومية ولكن من دون الإعلان عنها، يعني كانت كما يقال من تحت الطاولة. كلام هذا غير صحيح. تطوع الهيئة هذه كما قلت في السابق تطوع فردي، لا نمثل الحكومة الكويتية، ولو كنا نمثل لأعلننا بالأساس. إلنا كما أسلفت في السابق بأننا لما تطوعنا أخذنا قرار من وزارة العدل في هذه القضية. أخذتم موافقة الحكومة؟ أخذنا موافقة الحكومة المصرية، أنا بتكلم ليس الكويتية. لا، الكويتية. جئتم إلى هنا من دون موافقة الحكومة الكويتية؟ الحكومة الكويتية لا تتدخل في أمور المحامين. المحامي كما قلت وأسلفت في السابق له الحرية أن يختار أي قضية يحتاج. حتى تدخل في شؤون دولة أخرى وقضايا لها علاقة في دولة أخرى؟ لا، إحنا لا نتدخل بالشؤون السياسية ولا نتدخل في شؤون أي شؤون الدولة العربية كما قلت. ولكن هذه القضية لها أبعاد سياسية غضباً عن الجميع. إحنا يعني شئنا أم أبينا في أبعاد سياسية و لا نتدخل فيها. نحن أمام اتهامات جنائية. نعم، ولأي شخص أن يختار من يريد. هل تسمحون لهيئة دفاع أجنبية أن تدخل إلى دولة الكويت وتدافع عن شخصية معينة؟ مثلا اليوم سمعنا أنه تم سجن أحد الناشطين السياسيين المعارضين للنظام في الكويت بناء على قرار قضائي من القضاء الكويتي. هل تقبلون غدا أن تتفاجأوا بهيئة دفاع مصرية أو لبنانية أو أوروبية أو لا أعرف أو سعودية أو إيرانية موجودة في الكويت لتدافع عن هذا الشخص؟ هل ستقبلون بذلك؟ نقبل ونتشرف بهم كزملاء لنا، ما بدل المعاملة بالمثل. اللي أحب أوضحه والذي غايب عن بعض المحامين الزملاء المصريين، نعم، أنه يوجد تعامل بالمثل. كثير من المحامين المصريين يأتون الكويت وترافع في قضايا بالكويت، من ضمنهم أستاذ سامح عاشور، من ضمنهم أستاذ رحمة الله عليه أحمد الخواجة، نعم، ترافع بالكويت. عن من ترافع؟ ترافع في قضايا كثيرة. عادية، قضايا مدنية. قضايا مدنية. ترافع في القضية المشهورة في قتل الإعلامية هداية سلطان. نعم. والمشهورة. لا ينسى إخواننا المصريين، إحنا قلناها من سابق، هم يعترضون علينا ولا يعترضون على أنفسهم لما راحوا ترافعوا عن صدام حسين. 7 محامين متطوعين معاهم وزير العدل السابق القطري، وكانت في أزمة بين الكويت والعراق لما تحاكم في 2003. 7 محامين مصريين، ليه ما زلناش؟ ليه ما تضايقنا؟ المحامي ليس بسياسي، المحامي رجل قانون لا يدخل في السياسة ولا يخلط بالسياسة، هذه مهنة له.
هل تتوقع أن يخرج مبارك من السجن قريبا؟ إن شاء الله. إن شاء الله، طبعا كل شيء في حياتنا نقول إن شاء الله، ولكن توقعاتك يعني توقعاتكم القانونية، هل سيخرج أو كما تقولون في جلساتكم الخاصة أن هناك مؤامرة تدبر لعدم خروجه؟ هو بوضع القضية قضية واضحة، ولو رجع أحد يراجع حكم النقض الذي صدر نعم لا أعرفه. لا توجد يعني الشعب اليوم، الشعب اليوم ومن يشاهد هذه الحلقة يريدون جميعا أن يعرفوا حقائق الأمور، يعني هل من المفترض أن يكون الرئيس السابق حسني مبارك اليوم خارج السجن؟ وإذا نعم ما هي الأسباب التي تدفعه أو لا تزال قائمة لوجوده داخل السجن، خصوصا أن تم نقله إلى سجن طرة من أيام قليلة؟ بالنسبة للقضية اللي نحن فيها قتل المتظاهرين والاشتراك بالتحريض واستغلال النفوذ والغاز، الرئيس السابق أخذ براءات بالنسبة لاستغلال النفوذ والغاز. نعم. والقتل المتظاهرين والاشتراك بالتحريض أعتقد محكمة النقض كانت واضحة في حكمها بأنه الحكم لما عادته في بطلان. لماذا؟ الاشتراك في التحريض يجب أن يكون ناتج عنه أفعال إيجابية وليس سلبية، لا يوجد في الاشتراك بالتحريض أمور سلبية يعني، وهذا الثابت. يعني أنا أقول السؤال، ما هي الأسباب التي تبقي مبارك حتى الساعة داخل السجن ولم يفرج عنه بعد إذا كان القانون يجبر الإفراج عن مبارك؟ أنا أقول في أمور شخصية قاعدة تطلع الآن، كل وقت احنا كل يوم قاعد تطلع لنا قضية جديدة بدون سبب، من ضمنها حتى القصور الأخيرة اللي فيها يعني اللي أنا أستغرب الآن حتى قرار النائب العام وهو المعزول، قراره ده يعتبر أصلاً معدوماً وباطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه لا يملك صفة بإصدار هذا القرار بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، ولكن من يطبق هذا؟ ولكن المجلس القضائي، مجلس قضاء القضاء الأعلى أبقى على النائب العام يعني، وهو من يفصل في الأمور وليس حضرتك. أعتقد استاذ توني المجلس خاطب النائب العام بالتنحي والرجوع إلى سدة القضاء، طلبه بذلك ولم يجبره على ذلك، لأنه طلبه بذلك حرصا على وحدة الصف وعلى عدم الانشقاق والانقسام بموجب الحكم القضائي الذي صدر. نعم. والذي يطالب فيه النائب العام السابق الأستاذ المستشار عبد المجيد هو محمود. هو ألا يقال أنه الإفراج يتم بناء إذا ما كان المتهم ما لم موقوف يكن مطلوباً على أو مطلوباً على ذمة قضية أخرى. قضايا أخرى يقال أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد القضايا الأخرى متى خرجت؟ أنا أتساءل متى خرجت؟ متى بدأت تطلع الحبس الاحتياطي الجديد؟ لما تأكدوا أنه سيأخذ الرئيس السابق إخلاء سبيل قبلها بيومين صدر قرار بحبسه 15، لماذا لم يصدر هذا من سنتين؟ القضايا هذه تطلع وتحاكم في محاكم ثانية طيب، وبعد ال 15 يوم؟ 15 يوم طبعا حيجدد، هذا معروف من حق النيابة تجدد 15 في 15 في 15 على أن تعرف على قضية التجديد أو تقدم أنت طلب تظلم من الحبس الاحتياطي. يعني بما نفهم من حضرتك هلأ أن الرئيس السابق حسني مبارك لن يخرج من السجن قبل شهور؟ لا ليس قبل شهور، لا الآن في أعتقد إذا قلت لي 15 ب 15 ب 15 هذا هو حق التحرير، صرنا 60 يوم يعني، صرنا بشهرين 45 يوم. نعم نتكلم عنه 15 طيب إذا مش 4 في خلال 15 يوم يعرض أمام قاضي التجديد. نعم. حتى ينظر فيه، ولكن يجوز لك الآن أن تتظلم من أمر النائب العام، وأعتقد أنه أستاذ فريد الديب ماشي في الإجراءات هذه لأنه هو القضية التي. هل مزعوج أستاذ فريد الديب من وجودكم في هيئة الدفاع إلى جانبه؟ لا، أنا كنت أتمنى جميع المحامين المصريين ولو أنهم زملاء لنا وإخواننا أن يكونوا فرحتهم كما فرحة أستاذ فريد. نعم. فأستاذ فريد الديب تربطنا فيها علاقة شخصية، ولكن يقال أنكم طلبتم الآن أن تأخذون على عاتقكم المرافعة،
يعني في البداية كنتم أنتم من يكتب ومن يحضر ومن يوثق. اليوم يقال إنكم طلبتم بحق المرافعة، وكأن هناك يعني عدم ثقة بمن يقوم بهذا الدور من قبل هيئة الدفاع المصرية. لا 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 لا، بالعكس، من فهم هذا كان فقد فهمه فهما خاطئا. في البداية اتفاق الهيئة مع الزملاء الموجودين، احنا كلنا اللي قاعدين نشتغل الآن كلنا نصب في حالة واحدة، وهي في هذه القضية بالنسبة للرئيس السابق، إننا نجهز نتناقش الدفوع. نعم. اليوم لما نطلب نحن مع العلم القرار الذي معنا يمنحنا بالترافع، بس ولكن في البداية كانت هذه الأمور مناطة للأستاذ فريد الديب. نحن طلبنا أن نترافع في جزئية فقط لا غير. أي يعني أي متى كان آخر حديث جرى بينك وبين الرئيس السابق حسني مبارك؟ في تاريخ 20/1. 20/1 بحكم النقض. وفي جلسة يعني جلسة الأمس القريبة، في الجلسة الأخيرة، ألم تتكلموا مع بعض؟ لا أبداً. كانت في نداءات وهتافات، لكن كلام لم نتكلم. تقول أن الإشارة التي قام بها الرئيس السابق حسني مبارك من داخل قفص الاتهام هي ربما قد أثرت سلباً في عملية الخروج والإفراج عنه. لماذا قلت هذا الشيء؟ وماذا قال لك مبارك في آخر لقاء معه؟ ماذا قال لك أو ماذا أسر لك؟ ومن هم ضيوفنا أو ضيوفنا الذين يتواجدون معنا في القسم الثاني؟ كل هذا سنتعرف عليه بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في أجراء الكلام مع ضيفي رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الأستاذ فيصل العتيبي. أستاذ فيصل، قلت أنك زرت السيدة سوزان مبارك برفقة المحامي فريد الديب، لماذا كانت هذه الزيارة؟ لا لا لا، لم تكن الموضوع هذا، احنا زيارتنا كانت لي الرئيس فقط. ألم تقوم بزيارة سوزان مبارك؟ لا لا لا، نحن زيارتنا مع الرئيس حسني مبارك. وهل هو أمر يعني يخشى إنسان أن يعلن أنه قام بزيارة لزوجة الرئيس حسني مبارك؟ لا بالعكس، نحن نتشرف، بس نحن ما قمنا بزيارتها. هي زوجة موكلك يعني؟ ما إحنا نتشرف بزيارتها. نعم، ولكن لم نقم بزيارتها، نحن قمنا بزيارة الرئيس. طيب لماذا لم تقم بزيارة سوزان مبارك حتى الساعة؟ يعني من المفروض أنه تكونوا زرتوها وأخذتوا منها بعض التفاصيل، بعض التوجيهات، بعض المعلومات. التفاصيل كلها موجودة عند أستاذ فريد الدين، ما نحتاج إحنا. وإن طلبت زيارتنا بالعكس سنلبي، لأنها هي زوجة الرئيس والرئيس باعتباره موكل الآن ونحن محامين عنه يشرفنا. ولكن هي كانت أكثر من زوجة للرئيس، يعني إلى حد ما هناك من يتهم سوزان مبارك بأنها كانت مشاركة في الحكم بمكان ما، وتعلم تفاصيل تعلم تفاصيل كثيرة ربما لا أحد يعرفها، لا الأستاذ فريد الديب مع احترامنا له ولا أناس آخرين ممكن أن تفيد في قضية الدفاع عن الرئيس مبارك. لماذا لم تحاولون زيارة السيدة سوزان مبارك والاطلاع منها على بعض التفاصيل؟ إذا كان في معلومات أكيد أنه هي حتقول يعني الأستاذ فريد، والأستاذ فريد حيطلعنا على حتى يتم التنسيق فيها. ما أعتقدش يعني إذا كان في من الأمور هذه أن تعدي أستاذ فريد. أستاذ فريد أعتقد أنه محامي محترف وقدير وقديم وفاهم الأمور هذه. ماذا قال لكم الرئيس السابق حسني مبارك في آخر لقاء جمعكم معه؟ طبعا يعني الرئيس كان يتكلم عن ضيقته بما يحصل في البلد من أمور وما آلت عليه البلاد، كما
ماذا قال؟ يعني دعنا ندخل قليلا في التفاصيل، يعني ماذا كان يقول على سبيل المثال؟ يعني شوف البلد وصلت وين، ايش اللي قاعد يحصل. ما كانش من المفروض الامور هذه تحصل. انا صريح في امور كثيره اتكلم فيها الان. انا سالته حتى سؤال، قلت له يعني انت ليش مثلا بعد ان ما تخليت عن الحكم لماذا لم تغادر مصر؟ بعد نفس الكلام قال انا ما عملت شيء ولم ارتكب ولم اسرق وليس لدي ما يدعون به ولم ارتكب اي شيء، ولو كنت ارتكبت لعملت كما عمل زيد العابدين وغيره من الرؤساء، لذلك فضلت ان ابقى في مصر ولن اموت الا على ارض مصر. دخلنا في امور انه بصفته كان طيار 11 مره يطلع طلعات جويه وكان يحمل روحه على كفه كله من اجل اضطراب مصر. وجه الشكر لنا احنا كهيئه بتطوعنا عنه والدفاع، فكان ردي بانه انت من كان له الجميل مع الشعب المصري والقوات المسلحه. هل تكلم عن الاخوان المسلمين؟ لا، هو لم يذكرهم ولم يتدخل في امورهم. هل اتى على ذكر الرئيس مرسي بشيء ما في الحديث؟ لا لا، لا يقال في الاعلام او لا 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 لا، لو قال لقلت. المحامي فريد ديب قال انه دعا المصريين للالتفاف حول الرئيس مرسي من اجل انقاذ البلاد. هذا الكلام بالنسبه لي. اذا كان قال سيف فريد فيعاد لسيف فريد، ليست عندي معلومه فيه لانه لم يطرح امامي. انا قعدت ثلاث ساعات معه. ثلاث ساعات قلت لنا جملتين بس، يعني ثلاث ساعات يعني مفروض أمور كثيرة يكون آلة في أمور سرية ويمنع علينا من أن نتفوه فيها. وأعتقد من يمنع؟ القانون يمنعنا، قانون؟ والزملاء يعلمون ذلك. في أمور أسرار تكون للموكل لا تستطيع أن تتبوع بها أمامنا، هذا شيء معروف قانونا. هل كلفكم بإيصال رسالة معينة للناس؟ إن الشعب المصري قد فهم الأوضاع ورأى بهم عينه الآن ما يحدث، وأنني أنا بريء من هذه الاتهامات. وعدت أنا وقلت دفاعنا عنك باقتناعنا أنك أصلاً أنت بريء وليس كمتهم. أين تم اللقاء بينكم وبين؟ في المستشفى العسكري اللي في المعادي. كان وضعه الصحي يعني يستطيع الحركة والتنقل؟ والله الوضع الصحي لا، ولكن وين كان؟ كان في السرير لما شفتوه؟ كان قاعد في السرير؟ في السرير نعم. في السرير نعم، ولكن الرئيس متابع لجميع الأحداث كاملة، وكان يطلب من الله أن الله يمد في العمر لين تثبت للشعب المصري براءته. يعني كان عم بيقول يعني أنه الله يطول بعمره لا يشهد على براءته. نعم، وأن على فكرة والله ليس بمجاملة، يتمنى للشعب المصري كل شيء جميل. سألت كمان بعملية القتل وما القتل، والله وجهت الأسئلة هذه، أقسم بالله لم يعطي أمرا بل عطى أمرا للحفاظ على المتظاهرين. وسبحان الله يأتي. طب عفوا، يأتي نعم وزير الدفاع ويؤكد هذه الكلمة، لأن الرئيس مبارك لم هناك يعرف. اعتراض يبدو من الأساتذة نعم. على صحة هذا أكمله يعترض ويرجع للشهادة اللي قالها نعم السيسي، واضحة لست أنا من كتبها، موجودة في حتى في الصحف، موجودة بالحرف الواحد بأنه لم يعطي أوامر لقتل المتظاهرين بل أوصى بحمايتهم، وهذا كلام السيسي وكلام اللواء رحمة الله عليه عمر سليمان وكلام الفريق المشير طنطاوي. نعم. بس نأتي إحنا من الخيار. هل يحمل مسؤولية ما حدث لأحد معين؟ يعني هل يقول مثلا أن في شخص معين أو جهة معينة كانت هي من يتحمل مسؤولية ما حدث في مصر؟
أو جهة خارجية؟ هل له عتب على أي دولة خارجية؟ يعني من حديثكم معه أكيد تطرقتوا إلى المواضيع الدولية، مثلا هل له عتب على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل له عتب على حلفائه بعض الأنظمة؟ حضرتك وجهت أصابع الاتهام إلى حماس، وكأن لمنظمة حماس كان لها دور فيما حدث، وكأنك ألمحت إلى أنهم هم من قتلوا المتظاهرين. وجهت أصابع الاتهام إلى خيرت الشاطر، المهندس خيرت الشاطر. هل هذه معلومات استقيتها من لقائك بالرئيس مبارك، أم هي اجتهادات شخصية لحضرتك؟ لا، هي اجتهادات شخصية وفيها أدلة موجودة. يعني احنا قدمنا على فكرة في شهر 1 لطاف سيديهات وبلاغ إلى النائب العام نطلب التحقيق في موقعة الجمل، واللي أتت كاملة. نعم. من ضمنها لا، سنتكلم عن هذا الموضوع، ولكن لا أريد أن أضيع. هل هو له لوم على أحد من حلفائه؟ ولم يتطرق للأمور هذه نهائياً، أنه تخلوا عنه؟ لا لا. سألته لماذا لم يستعمل قوى الحرس الجمهوري في الدفاع عن موقعه وعن كرسيه وعن قصره؟ سألت السؤال هذا مع العلم أنه هو الآمر الوحيد أو القائد. نعم. أو القائد الوحيد الذي يأتمر بأمره الحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري لا يتبع وزير الدفاع بالأوامر. نعم. للرئيس فقط. رد علي في إجابة بأنني لن أقتل ولن أعطي أمرا لقتل أبنائي. لما رأيت ما رأيت تخليت لعدم سفك الدماء، وهذه حقيقة أولى للتاريخ. هل تكلمتم في موضوع إذا كان ما هو يعني إذا كان يشعر بأن هناك نوع من انقلاب عسكري أبيض كما يقال قد تم على حكمه؟ لا، لم يذكر لي ذلك ولم يتطرق إليه. هل تحدثتم عن المشير طنطاوي بمواضيع معينة، بأمور معينة؟ لا، لم نتطرق لها. هل علق على تولي الفريق السيسي وزارة الدفاع؟ لا. لماذا أخذت يعني برهة هيك من الزمن كي تجيب بلا؟ لا، ما لازم أركز في السؤال. أنت قلت سيسي سيسي، ما يعني ما هل تحدثتم من كان يفضل أن يكون أن يأتي خليفة له لرئاسة مصر، الفريق شفيق أو رئيس مرسي؟ لم نتطرق لها بصراحة. أبدا. أنت بثلاث ساعات عن شو حكيتوا بثلاث ساعات؟ في أشياء كثيرة نتكلم فيها بتخص القضية في أمور معينة، لكن اللي أنت بتسألني فيه صراحة أنا بكلمك لو تطرقت الأول. هل سألكم عن جمال وعلاء؟ قضايا جمال يعني أنت هل تقصد أنه يسألنا هل واجهناهم أو شفناهم؟ أو توقعاتكم لوضعهم القانوني أو ما إلى هنالك، شفتوهم؟ أنا من ما دار أنت أنا من قال له بالنسبة لأوضاع جمال وعلاء ببعض القضايا فيها تقاتم ثلاثي، وتعتبر قضايا هذه منتهية. يعني كما الأحكام اللي أخذوها براءة في التقادم الثلاثي، كما أنه قضية البورصة لأنه سنتابع فيها من بعيد، لأن نحن ليس موكلين. نعم. عن جمال وعلاء، مع العلم أنه شرفنا أن نكون موكلين لهم، ولكن كان همنا أنه قضية الرئيس. هل أتى على ذكر وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي؟ لا. كمان هون أخذت وقت لعطيتني الإجابة إذا لا. لا، أنا أتكلم بصراحة، لم نتطرق إليه نهائيا. على من سألكم؟ أشخاص ممن كانوا يعني من نظامه أو المقربين؟ على فكرة سابطوني ترى الرئيس مثل ما قلت لك، أنا الرئيس السابق مبارك لم يتطرق للأمور هذه ولم يسألنا عن أي أحد من رموز النظام السابق نهائيا. يعني صفوة شريف ولا واحد، أحمد عز، فتحي سروق، حافظ الألقاب طبعا أحمد نظيف، ولا واحد. ما احنا ما كنا نتدارك فيه بأننا نطمئنه بأن الأمور تمشي في مجراها الصحيح، بل زادتنا قوة بعد قراءتها. لماذا قلت أن الإشارة التي قام بها أخيرا أثناء يعني في آخر جلسة محاكمة له، عندما لوح بيده وبالمظهر الذي ظهر به في آخر جلسة، ربما قد تكون هذه سببا بعدم الإسراع في إخلاء سبيله؟
يعني سمعتك تتكلم بهذا الموضوع، وكأنه إنه هذه الإشارة التي قام بها والتي حركت مشاعر جمهور كبير ينتمي أو على علاقة بحسني مبارك، قلت إنه قد تكون هذه الإشارة سبباً بعدم الإفراج عنها. تلويح أولاً بالإشارة هذه إننا كنا نلوح لها ونحن في قاعة المحكمة، كما أنه هذا التلويح اليوم يعرف الشعب المصري الشقيق في الحقائق اللي بدأت تظهر وأنه معنوياته ارتفعت. أما بالنسبة لناحية التأخير، أعتقد ما عمل مجلس الشورى والمهاترات التي حصلت فيه، ومن يقول الساعة بمليونين جنيه، واللي بيقول أنا عايز أدخل السجن، وأنا أقول فعلا هي ما أثرت في إخلاء سبيله. يعني ما عم بفهم شو علاقة مجلس الشورى في الموضوع. مجلس الشورى بدأت فيه مهاترات على أنه كيف يظهر الرئيس بهذه المعنوية. يعني شو؟ يعني شخص مسجون السجن. نعم. هذا كله لم تنحط معنويته ويبا يسلم على الشعب، هل هو يتحدى الشعب؟ يعني طيب شو له علاقة هيدي تأثير على القضاء؟ ما هي ما هي تأثير على القضاء؟ القضاء ما فيه شيء تأثير عندي أنا، أنا بالعكس أنا أخذت إخلاء سبيل قانوني لمضي المدة سنتين بموجب القانون، إذا أمضى الحبس الاحتياطي السنتين يفرج عنه بقوة القانون. ما عندي مشكلة. أنا عندي مشكلة في المعارضة اللي قاعدة تعارض الآن، تقول لك ليش يخلى سبيله؟ ليش القضاء ما القضاء ما بيده شيء؟ هذه طيب. أمور قانونية. ما زال عندك مشكلة في المعارضة، خلينا نعرفك على شخصين من المعارضة. الضيف الأول هو عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ووكيل نقابة المحامين بالقاهرة، وهو الأستاذ عبد الجواد أحمد. عبد الجواد أحمد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. أهلا بك. رأيت الزرار الأحمر والضوء الأحمر قد أشعل في أكثر من مرة وعلى أكثر من جواب. أيضا يسعدني أن أرحب بضيفي الآخر، وهو المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الأستاذ ياسر الهواري. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور يا أستاذ. أهلا بك. أهلا بك. فمن أين نبدأ؟ سنبدأ من عند أستاذ عبد الجواد أحمد. ما هي اعتقاداتك واعتراضاتك على ما ورد على لسان الأستاذ فيصل العتيبي؟ قبل الانتقاد، احنا بنؤكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، وبنرحب بالزميل والأستاذ المحامي الكويتي في مصر. والانتقادات الجزء الأول منها متعلق بمسألة التشكيل هيئة الدفاع والحضور والتمثيل الرئيس المخلوع في الجناية محامي القرن. مخلوع؟ لا 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 تعاد الكلمة هذه، وانت استاذ فاضل وانت عارف. اعتقد معلش ده متخلي يا استاذ، مش مخلوع. لا لا ليس متخلي. لا لا, لا انت ما خلعتوش. لا لا الشعب، انت رجل قانون، انت رجل قانون. الشعب 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 قام الشعب بثورة وتخلى عن حكم واكبروا على ترك، فبلاش الاشاعات اللي ما لها معنى ولا الفاظ يا استاذي فاضل. اعتقد العالم كله شاهد ان شاهد في ثورة ماشي، لكن الشعب المصري مخلوع لم تستطع لا انت ولا غيرك. هو تخلى واسقاط النظام، وهذا ما تخلى عن الحكم. يعني يا استاذ انا متمسك ب انت رجل قانون. المصيبه القانون هو فعلا تم باراده الشعب خلع رئيس السابق، تخلى قبل ما يحصل دم على ترك الحكم. هذا ما حدث في ثوره 25، مش مخلوع لانه لم يقلع ويوقع في 25 يناير من ثوره، لم يوقع في مكان جبري عشان اقول مخلوع. انت رجل قانون، قانون في الفعل رجل قانون، لا تميع الكلام على حسب مزاجه. لكن الشعب اراد، الشعب اراد ان يرحل، ما فيش مشكله تخلى وليس مخلوع. رحيل كالخلع يعني، يعني هو نفس المعنى. اذا كان رايك كقانوني بالطريقه هذه، حديث القانون اذا تحدثنا على القانون ايضا، بنجد ان الحضور الزميل الاستاذ في المحاكمه صدر بناء على قرار من وزير العدل بالمخالفه للقانون، ابان وجود حراسه قضائيه على نقابه المحامين. قانون المحاماة في نص بيقرر أن مسألة الإذن للمحامي الأجنبي
بالحضور والترافع داخل الأراضي المصرية بيتم بناء على قرار من وزير العدل، ولكن بعد استئذان والعرض على مجلس نقابة المحامين. ما عندنا في الموافقة دي يا أستاذ. مجلس نقابة المحامين والمعاملة بالمثل. انت وكيل مع شرط وكيل نقابة انت. مع شرط المعاملة بالمثل. هذا ما انت بتتعامل عندي بالمثل ولا لا؟ هذا لا هذا اكمل حديثي اكمل سيبك من لا 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 اكمل حديثي يعني أنا بتكلم صدر قرار من نقابتك بالموافقة موجودة صورة عندي أرجو أن تسمعني أرجو أن تسمعني ومعاملة بس هم عشان الديئة دي لأنهم هم أول بالبداية أرجو ألا تقاطعني تعدوا أرجو عدم القطع سنأخذ إجابات من حضرتك على الأستاذ خلينا نستمع إلى الأستاذ فضل فضل أستاذ عبد المنصري قانون المحاماة بنص قانون المحاماة بيقرر السماح للمحامين الأجانب بالترخيص والحضور والتمثيل وأمام المحاكم المصرية ولكن هناك عن طريق قرار من وزير العدل بعد لماذا لم تعترضوا أمام المحكمة؟ هناك لماذا لم تعترضوا على حضور أمام المحكمة؟ هناك لحظة بس أستاذي هناك طعن مقامم أمام مجلس الدولة نعم. حول أن قرار وزير العدل صدر حال غياب مجلس نقابة المحامين أبان الحراسة القضائية على نقابة المحامين في 2009 أعتقد أن هذا مشروعية الإذن الذي صدر بالحضور هو محل عدم مشروعية ومحل أيضا تقاضي الآن في مجلس الدولة واستلزم لماذا برأيك طيب خلينا ننتقل لماذا برأيك قد قدموا من الكويت للمرافعة والدفاع عن الرئيس السابق قاسم أعتقد أن الرئيس السابق المتهم في القضية لديه من المحامين ولم يمنع من حق الدفاع لا بالأصالة ولا بالوكالة أعتقد نعم. أن حضور محامين أشقاء من خارج مصر يعتبر حضور يؤثر على المحاكمة باعتبار بمحاولة تسييس القضية ومحاولة استخدام الدعم المعنوي عن طريق التأثير في المحكمة وهذا لن يحدث الأمر الآخر في الاعتراضات طيب. دعنا ننتقل في الأمر الآخر إلى الاعتراضات كي نوزع الحوار على ثلاثة محاور إذن ما هي أبرز الاعتراضات والانتقادات ما هي أبرز اعتراضات وانتقادات المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية الأستاذ ياسر الهواري وماذا سيدافع على من أو على منتقديه عن نفسه تجاه منتقديه الأستاذ فيصل العتيبي ابقوا معنا أنت قلت أيضا أن نقل الرئيس السابق لمستشفى سجن طرة هو محاولة اغتيال مقنن للرئيس مبارك عبر القانون حسني مبارك لمدة 30 سنة أفسد الحياة السياسية في مصر هو ده الحقيقة اللي لازم يتحاكم عليها حسني مبارك حضرتك تعرف إيه عن كل ده؟ ياسر من انتخبت؟ أنا اخترت ما بين النار والعار فاخترت النار الرئيس السابق المتهم لا ما فيش مشكلة المخلوع لا ما فيش مخلوع الشعب. ما فيش مخلوع لا أنا مصر أنت مصر وأنا مصر أراد. متخلي حضرتك تعرف إيه عن مبارك؟ 30 سنة بيحكم حضرتك كلت خضار مرشوش بمية المجاري حضرتك شفت مبيدات مسرطنة بتدخل نتيجة فساد حضرتك حصل لك أخوك ولا حد من أهلك غرق في عبارة ورئيس الجمهورية ولا الأمير بتاعك راح يحضر ماتش كورة في نفس اليوم بالليل حضرتك دخلت سام وتعذبت جوه دي الجرائم الحقيقية اللي بتحاكم عليها حسني مبارك الذي حاكم الرئيس المخلوع هناك فرق ما بين محاكمة صدام ومحاكمة مبارك الذي حاكم مبارك مش على مزاجك انا جاي متطوع مزيك انت باخذ فلوس انت ضيف علينا وما اسمحش انتوا ما خليتوش في ضيف لا انت ضيف ما اسمحش انت شتمتوا في المحكمة لا انت راجل محامي انتوا شتمتونا في المحكمة لا ما حصلش لا انا بقى مش قانوني ولا بتاع انا بتاع سياسة واقول ان ده الرئيس المخلوع اللي خلعه شعبه وبعد ثورة شعبية انا متعقاطعك بس انا على كلمة المخلوع ما تقول انت حضرتك ما تعلمنيش انا اقول ايه حضرتك ما تعلمنيش لا لا علمك لا ما تعلمنيش حضرتك جاي مش جاي من جلدك علمني انا عارف كويس اوي انا بقول ايه الحاجة التانية المحاكمة انا اعتراضي على مسار المحاكمة من الاول والحاجة الوحيدة اللي بتخلي المحاكمة تبقى هزلية بالشكل ده هي وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة بعد اتفاق مع المجلس العسكري ان هم يخلوا المحاكمة بالشكل ده انت نادم اليوم لا مش نادم ده احسن حاجة في الدنيا حصلت ان جماعة الإخوان المسلمين بكل فشلها ده في السلطة عشان الناس تصدق ان هم فاشلين
هل يحق لك أن تتهم نائبا عاما بالانسياق وراء جماعة؟ ما أولا جميع القرارات اللي صدرت بعد صدور الحكم الذي صدر به محكمة الاستئناف تعتبر معدومة. قرار حبس الرئيس السابق 15 يوم صدر بعد ما أنصدر ضد حكم محكمة الاستئناف.